يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنتكلم النهاردة عن مطربة مش عادية، غنت أغنية هزت وزلزلت الدنيا. كايدة العزل أنا من يوم لا وما سكتتش كمان، وغنت أغنية تانية اتشت قال لي اتشت قال لي يا حلوة يلي قوم استحمي. فنانتنا الكبيرة عايدة الشاعر، تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة فنانتنا الكبيرة عايدة الشاعر. فنانتنا اسمها عايدة أحمد الشاعر من محل الدمنة بالمنصورة، اتولدت في 29 أكتوبر 1940. واتولدت عايدة في أسرة عاشقة للفن، وأمها كانت محفظة قرآن وصوتها كان جميل جدا، يعني كانت بتقرأ القرآن بصوت جميل جدا جدا. وعايدة كانت من صغرها بتحب الموسيقى جدا جدا، وكمان أخوها وأبوها كان بيشجعوها جدا، لدرجة إنها مرة خرجت مع أخوها ومع والدها وفعلا الناس سمعوها كتير، كانوا متجمعين وقالوا ده صوتها جميل جدا، وبعد كده خلوها تدرس الفن وتتعلمه من ملحن كبير علشان يعلمها أصوله. وكانت عايدة بتدرس في المدرسة الأمريكية، وكانت متميزة جدا جدا في اللغة الفرنسية، وأهلها لاحظوا إنها متفوقة كمان فيها، علشان كده قرر والدها إنه ينقلها لمدرسة لتعليم الفرنسي، وبعدها خدت وتخرجت من معهد لتعليم اللغة الفرنسية. بعدها كمان اشتغلت مدرسة لغة فرنسية في ديكيرز. ما كانش هدفها ولا في دماغها خالص إنها تغني، وكانت بتغني في وسط العيلة، في أفراح العيلة، في أي حفلة عيد ميلاد، وكل العيلة طبعا كانت بتشكر في صوتها وفي جمال صوتها. وراحت عايدة وقدمت في سفارة لترجمة الفرنسية الفورية علشان تكون مترجمة، ونجحت وطلعت الأولى كمان، واشتغلت فعلا مترجمة في سفارة لترجمة اللغة الفرنسية. وفي وقت ما هي رجعة وكانت فرحانة وبتبشرهم إنها قبلت، رجع أخوها بيفرحها بخبر جميل إن هو قدم لها في الإذاعة للهواة، وإن هي لازم تروح تمتحن في الإذاعة. وفرحت جدا إن أخوها كان مهتم بيها، وفعلا سافرت على القاهرة علشان تقدم. على القاهرة مع والدها وراحوا لرياض الصنباطي الملحن الكبير اللي كان في قلب اللجنة اللي هي هتمتحن فيها، ولما راحت وقعدت معاه وسمع صوتها أعجب جدا بصوتها جدا جدا، ولما شافها في قلب اللجنة امتحنها كمان بليغ حمدي وقال لها تغني شوية حاجات، وكان مبسوط جدا جدا من صوتها. وعلشان هي موهبة فنية قرر رياض الصنباطي انه يتبناها فنية، وغنت بحب أفكر فيك وتم اعتمادها مطربة بالإذاعة، ودي كانت فرحة كبيرة جدا جدا بالنسبة لها. عايدة الشاعر ما اتجوزتش غير مرة واحدة بس، وده من المطرب المعروف سيد إسماعيل اللي غنى أغنية كانت مشهورة جدا، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، لو تسمعوها بصوته جميلة جدا جدا. وما اتجوزت سيد إسماعيل كان بيغير عليها جدا جدا، لدرجة ان هو قرر وقال لها انت لازم تسيبي الشغل وتتفرغي لبيتك ولبنتك. هي ما خلفتش غير بنت واحدة بس، هي رندا. لكن بذكائه بقى عرضت عليه فرقة رضا انها تغني وتسجل الاغنية وبعدها تمشي، فقال وماله طالما هي هتشتغل بفترة يعتبر مؤقتة. وفرحت هي كمان، لكن عملت أغنية ضربت جدا وسمعت معاها لكل الناس وكل كان بيطلبها في كل الأفراح. والأغنية دي بعدها اتشهرت جدا جدا، ومفيش حد ما كانش بيطلبها في الأفراح، لأن فعلا الأغنية كانت مكسرة الدنيا. بعد الأغنية دي عملت كتير أغاني ناجحة زي قمر 14، شربات الفرح يا حبايب، ما يهونش عليا سيبه، وافتح الشباك يا حبيبي. بجد كل أغانيها كانت مكسرة الدنيا، وبتحس كده بفرفشة أول ما هي كانت تطلع على المسرح أو تغني. عايدة الشاعر عملت 3 أغاني باللغة الخليجية، اشتركت كمان في مهرجان طوكيو اللي كان مشترك فيه 5 دول، وفازت بالمركز الثاني، وظهرت في فيلم صرصرة فوق النيل وكانت فيه بتغني أغنية اتشت قال لي اتشت قال لي.
ودي المرة الوحيدة يعتبر اللي ظهرت فيها في فيلم. ويوم الحد 7 مارس 2004 جت لها أزمة قلبية وتوفت في الحال. متعتنا كتير بصوتها، وياريت تكتبوا في الكومنتات ايه أكتر أغنية حبتوها لعايدة الشاعر. اوعوا تنسوني في لايك واشتراك حلو للقناة، وبشكركم شكرا جزيلا.